برحب بيك طبعا من جديد يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا خليني يا كابتن هيثم ابارك لك وابارك لكل جماهير النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي بالتتويج ببطوله الدوري لكره الطايره. يمكن معايا في هذه اللحظات الكابتن ياسر صلاح المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن ياسر طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني بقى ابارك لك يعني مليون مبروك النهارده فوز النادي الاهلي في مباراه امام نادي السد، وطبعا التتويج ببطوله الدوري للمره 37 وال26 على التوالي. الحمد لله طبعا، كل سنه وانتم طيبين. طبعا برحب بالكابتن هيثم وكل ضيوفه الكرام اللي معاه. طبعا الحمد لله خدنا الدوري، والحمد لله واخدينه من فتره يعني بقى بتاع تقريبا 3 اسابيع او شهر، طبعا كله طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بصراحه موسم صعب جدا مع كورونا والحاجات دي كلها، بس احنا بنحاول نمسك الامور بشكل كويس مع الفريق. طبعا زهقوا وتعبوا والحاجات دي كلها، بنحاول ندي ليهم طاقه ايجابيه عشان خاطر يكملوا معانا، والحمد لله ربنا كمل والحمد لله بالدوري، وان شاء الله عقبال الكاس باذن الله. كابتن ياسر، يمكن الفريق يعني واجه بعض الصعوبات طوال الموسم، يعني في لاعبات كانوا مصابه بفيروس كورونا، في مباريات تاجلت، ولكن الحمد لله النادي الاهلي يتوج ببطوله الدوري. والله فعلا في صعوبات كبيره قوي السنه دي والسنه اللي فاتت، ناس كانوا مصابين وعملوا عمليات، وناس عندهم فيروس كورونا واجلنا ماتشات، وفرق ثانيه ماجلنا ماتشات. كل ما نجهز لماتش جامد بنعمل عليه فورمه ماتش يحصل تاجيل، فطبعا بصراحه ظروف صعبه جدا. بس الحمد لله احنا دايما بنشتغل مع الفرقه ان كل اللعيبه كلهم يعني لعيب واحد، اي حد ممكن يلعب في اي مركز، يعني ممكن واحد في مركز اربعه يلعب مركز اثنين لو عنده والخصائص ديت. فالحمد لله احنا بنحاول بنظبط اللي هم يعني واللعيبه التانيين اللي هم موجودين بقى اللي هو بعد ال 14، وبيبقى كله على مستوى واحد. كابتن ياسر، يمكن طبعا يعني الموسم كده بالنسبه لفريق كره الطايره مخلص بالنسبه لكم، يعني احنا يعني النهارده ختام بطوله الدوري، ولكن لسه في كاس مصر يوم الجمعه. لا احنا لسه طبعا ما خلصناش، طبعا الفرقه كلها طبعا تعبت والدوري طال، بس احنا دايما بنقول لهم احنا لسه اصلا ما خلصناش. الدوري خلصناه، بس لسه عندنا بطوله ثانيه وكاس، واحنا ما ينفعش نخش بطوله ونلعب فيها اي لعب وخلاص. طبعا النهارده مستوى طبعا باين في طبعا مستوى شويه نازل وشويه طالع، طبعا ده كله طبعا من القعده، بس برضه لسه ما خلصناش، ولسه عندنا كاس بامر الله ان شاء الله خير يعني. كابتن ياسر بشكرك جدا طبعا، ومليون مبروك مره ثانيه فوزكم النهارده ببطوله الدوري. شكرا ميرسي جدا، شكرا. يمكن ده يا كابتن هيثم كان لقائنا طبعا مع كابتن ياسر صلاح مدرب العام لفريق النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلام حامد مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاروق صلاح مراسلنا ايضا من ارض الملعب، ولقاء مهم مع لاعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر فريده العسقلاني. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحية ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. يعني عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على نادي الصيد بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، سعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الفراشة الذهبية واحدة من نجوم النادي الأهلي النجمة واللعبة الكبيرة فريدة العسقلاني. فريدة برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. النهارده ما شاركتش في المباراة، لكن سيزون مهم ومشوار مهم، بطولة بتضاف ليكم، 26 دوري على التوالي، انجاز كبير بيضاف للفراشات الذهبيه لعيبه النادي الاهلي. طبعا النهارده كان ماتش سي بيبقى ماتش مهم جدا، وبيبقى ليه ذات اهميه علشان هو من الماتشات الجامده زي الزمالك والشمس وسبورتنج، بس احنا كنا حاسمين الدوري قبل ما نلعب النهارده، فكنا ممكن نكون بنلعب يعني ورحنا وبقالنا مرتاحه شويه، بس طبعا ما ينفعش نخسر ولا ماتش، فكنا بنستعدله كويس قوي وعسكرنا وكده، بس طبعا موسم طويل جدا بالذات برده مع الكورونا، فيعني النهايه كانت كويسه يعني، بس لسه طبعا فاضل الكاس وهنعمل طبعا اقصى مجهود برده عشان نكسبه. فريده، البطولات بالنسبه لكم مش انجاز، دي اعجاز، لان انتوا خلاص اتعودتوا على البطولات، تجديد الدوافع بالنسبه لكم وانتوا خلاص متعودين على البطولات، ازاي بتخلقوا دوافع جديده؟ بتتكلموا مع بعض ازاي في ظل ان الموسم السنه دي كان صعب جدا؟ طبعا موضوع ان احنا على طول بناخد اول ده موضوع مش سهل خالص، والناس كلها بتفتكر اللي هو انتوا بالنسبه لكم موضوع سهل وبتاع وكده، بس احنا عشان نحافظ ان احنا نبدا الاول ده اصعب اصلا من ان احنا ناخد الاول. فطبعا البطولات الافريقيه والبطولات العربيه دي حاجات طبعا بتحفزنا جدا، بس طبعا ما كناش موجودين السيزون ده علشان موضوع الكورونا، بس دي من الحاجات طبعا اللي بتخلينا بيبقى ليها حافز اكتر طبعا من البطولات المحليه. فبس فاحنا بنتمنى من الموسم اللي جاي ان شاء الله يكون فيه البطولات دي وبتدينا حافز اكبر يعني. عايزين نبارك لك على استدعاء المنتخب المصري للكره الشاطئيه لفريده العسقلاني، وايضا لدعاء غباشي، بيمثل لك ايه؟ وان يعني
النهارده الكابتن حمدي الصفي فضل ان هو يريح فريده بيفقد جزء من قوه الفريق في وفضل ان انتم تكونوا موجودين مع معسكر المنتخب للكره الشاطئيه. طبعا احنا كنا على اخر لحظه اصلا عرفنا ان الفيزا جت قبلها بساعه مثلا، كنا رحنا يعني الصبح الاجتماع مع النادي وكده عرفنا قبلها بساعه، والدكتور سامح حمدي هو اللي كلم كابتن حمدي قال له بلاش يعني وكده عشان احنا غالبا هنسافر النهارده الفجر او بكره الصبح. طبعا ده شرف لينا يعني ان احنا برده نمثل مصر في بطولات دوليه، وان شاء الله برده نحاول نعمل اكتر حاجه يعني، وان شاء الله هنرجع برده على طول نلعب الكاس، وان شاء الله نروح على التصفيات الاولمبيكس يعني فخير يعني. فريده بنشكرك واتمنى لك التوفيق وانجازات كتير جدا لفريق السيدات النادي الاهلي. ان شاء الله، شكرا جدا. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع الفراشه الذهبيه واحد نجمات فريق الكره الطايره للسيدات بالنادي الاهلي فريده العسقلاني. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. فاروق صلاح مراسلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. نروح لسالح حامد برده من ارض الملعب ولقاء مهم مع كابتن الفريق كابتن نهله سامح. من جديد برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم، ومستمرين معاك في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن معايا في هذه اللحظات بعد فوز النادي الاهلي وتتويجه ببطوله الدوري الكابيتانو كابتن نهله سامح، طبعا كابتن فريق النادي الاهلي. برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك طبعا على مباراه اليوم والتتويج ببطوله الدوري. الله يبارك فيكي. الحمد لله طبعا كانت مباراه، هو يعني الدوري احنا الحمد لله حسمناه من مباراتين قبل كده، بس كان مهم بالنسبه لنا ان احنا نخلص الدوري بشكل كويس ونقدر نفوز بشكل كويس على ملعبنا وننهي الدوري بالعلامه الكامله. يمكن يا كابتن نهله كنتوا بتستعدوا قبل كل مباراه بشكل جيد جدا طبعا عشان تادوا اداء متميز واداء قوي طوال الثلاث اشواط، وده يمكن ده شفناه ان انتوا قدرتوا تحسموا بطوله الدوري قبل انتهاء بطوله الدوري ب 31 يوم. الحمد لله احنا كنا يعني من اول السيزون ما ابتدى واحنا مركزين ان احنا ما نتلقاش اي هزيمه يعني طول السيزون، والحمد لله قدرنا ننفذ ده. وكان في منافسه طبعا صعبه جدا، مش فريق الصيد بس، كان في نادي الزمالك وكان في سبورتنج معاه مدعم بمحترفه قويه جدا، الحمد لله قدرنا نفوز بيهم في المباراتين بس، وان شاء الله يعني نفوز في الكاس ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن كابتن نهله طبعا بعد مباراه اليوم يعني كلميني، هتريحوا لمده يوم او يومين ولا هتستمروا في التدريبات استعدادا لمباراه يوم الجمعه امام نادي الطيران؟ لا، هو هيكون اللوحة يوم عشان عندنا ان شاء الله مباراه يوم الجمعه الجاي على طول في كاس مصر، وطبعا الكاس بيكون اصعب شويه من الدوري، فعشان نجهز ان شاء الله ونلعب يوم الجمعه ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن نهله، وطبعا مليون مبروك فوزكم النهارده بطوله الدوري. شكرا. يمكن ده يا كابتن هيثم كان لقائنا مع الكابتن وكابتن نهله سامح كابتن فريق النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سالا حامد مراسلتنا طبعا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. وطيب معانا لقاء ثاني بيبلغوني فاروق صلاح ونرمين المنشاوي لاعبه الفريق ونجمه منتخب مصر. اتفضل يا فاروق. من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام كابتن ممدوح اسماعيل والكابتن ندى ايمن وكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. احد الفراشات الذهبيه وفتيات الذهب نرمين المنشاوي. نرمين برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. احنا متعودين دايما على الذهب ومتعودين على البطولات وانجازات، لكن تجديد الدوافع وخلق الدوافع وان انك تحافظ على القمه وتحافظ على المركز الاول، اعتقد ده بيمثل لكم ضغوط كتير، لكن انتوا دايما على قدر المسؤوليه. الحمد لله احنا النهارده الماتش احنا اصلا حاسمين الدوري من قبل الماتش ده، بس طبعا ما كانش ينفع نخسر يعني، فنازلين مركزين زي اي ماتش عندنا عادي يعني. الماتش ما كانش اسهل حاجه يعني، فرقه الصيد فرقه كويسه قوي، بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب علشان نحافظ على الالقاب بتاعتنا يعني. الحفاظ على اللقب وانك تحافظ على المراكز وتحافظ على انجازاتك بيمثل عليكم ضغوط كتير، ازاي بتتعاملوا مع الامر ده؟ النادي الاهلي احنا متعودين على كده على طول يعني، بنلعب على طول يعني، احنا على طول بنلعب على مركز اول، مفيش اللي احنا بقى ناخد تاني وكده يعني، فاحنا على طول محترمين التيشيرت اللي احنا لابسينها وعارفين قيمه النادي اللي احنا بنلعب فيه، فالحمد لله يعني. هو ضغوط وكل حاجه بس احنا متعودين يعني، بيلعب في النادي الاهلي عارف يعني كويس ايه اللي هو بيعمله. الموسم ده كان صعب جدا في ظل جائحه كورونا ويعني ظروف كتير جدا كانت ضد الفريق، لكن انتوا دايما على قدر المسؤوليه. انا اصلا جالي كورونا، قعدت 15 يوم في البيت من غير تمرين ولا اي حاجه وكده، وقبليها كان عندي مزق في السمانه كنت قاعده قبليها شويه، بس الحمد لله يعني احنا الحمد لله اللي عندنا بينقص، احنا على طول عندنا في ناس كتيره تقدر تعوض الغيابات دي والحمد لله يعني. مين ببارك لك وان شاء الله نبارك لكم على بطوله كاس مصر. يا رب الله يبارك فيك. ميرسي شكرا. ميرسي شكرا كابتن هيثم. ده كان لقانا مع نرمين المنشاوي احد فتيات الذهب بفريق النادي الاهلي. من جديد تعود ليك الكلمه كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. فاروق صلاح مرسي.